لماذا نقوم بالصوم في شهر رمضان؟ لأن الله خلقنا، لأن الله أنعم علينا، لأن علينا أن نحس بما يحس به الجوعان، وأن علينا أن نحس بما سنحس به في يوم القيامة. يعني أساس شهر رمضان لنشعر بالجوع، كما الجائعون في الحياة. اليوم في 400 مليون جائع على وجه الكرة الأرضية ونحن مسؤولون عنه. لا نعرف معنى الجوع إلا إذا جعنا. قالت لي أحد الأخوات في لندن، قالت إحنا عندنا مشكلة، كيف نشرح للشباب معنى العطش؟ بحياته ما ضايق العطش، ضايق المي بس ما ضايق العطش. العطش يعني يعرفه ما معنى أن أعداء الحسين وأعداء النبي حاصروا أهل البيت وعطشوهم إلا إذا جاع العطش. لا تعرف معنى الجوع إلا إذا جعت. فإذا أنت جعت في شهر رمضان، فحينما يقال لك أنه عندنا ناس جوعانين، ناس ما عندهم أموال، ستحس وتعطي من مالك، تساهم وتتعاون على البر والتقوى. لكن يوم اللي أنت ما شاعر بالجوع، ما شاعر بالعطش، ما شاعر بالتعب، هاي الأشياء ما شاعر بيها، ما مارستها في حياتك، فلن تحس بها. الله يذوقنا العطش، يذوقنا الجوع، يذوقنا التعب. خاصة الإخوة في العراق الذين يصومون في شهر رمضان والحر الشديد هناك. الإمام علي سلام الله عليه قال: أحب من دنياكم ثلاث، الصوم في الصيف، وحتى سمى الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة، غنيمة بس باردة متضوقها، الصوم في الصيف والضرب بالسيف وإقراء الضيف. شيء أنت تصوم مع العطش الشديد، مع الجوع الشديد في سبيل الله، تقوي إرادتك الإيمانية. لأن الإرادة يمكن أن تتقوى، لكن إرادة شيطانية. صدام كانت عنده إرادة قوية، هتلر كانت إرادته قوية، لكن ليس في سبيل الله. تقوي إرادتك الإيمانية بالصيام، والصيام في الصيف، وتجوع وتعطش، وأنت تقاوم شيطان نفسك، وتقاوم شهوتك في الطعام، شهوتك في الشراب، وتصوم. هذه هي الأمور التي يريدها الله منك.